مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة متجددة بمواضيعها من برنامج من عمان. في حلقة اليوم مشاهدينا عندنا عدة محطات، راح نتوقف في المحطة الأولى مع الدورة 60 لاجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة طبعا الصحة العالمية، واللي تستضيف السلطنة خلال الفترة من 27 وحتى 30 من أكتوبر. محطتنا الثانية راح تكون عن الندوة الوطنية التي راح تناقش معايير البرامج الأكاديمية. في محطتنا الثالثة والأخيرة راح يكون معنا وقفة مع مشروع مسح ودراسة الزواحف البرية في السلطنة. هذه هي المحطات الرئيسية، أيضا عندنا محطات مع تقارير متنوعة. خليكم معنا، نتمنى لكم وقت مفيد وممتع بصحبتنا مع حلقة اليوم من برنامج من عمان. حياكم الله. اختتمت بجامعة السلطان قابوس بقاعة المؤتمرات أعمال الندوة الدولية حول الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وقامت وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بتنظيم الندوة، وبالتعاون مع جامعة السلطان قابوس قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك تزامنا مع احتفالات العالم باليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية في شهر أكتوبر من كل عام، والذي جاء تحت شعار العيش مع الإعاقة والكوارث. طبعا العالم يحتفل سنويا في كل الأربعاء الثاني من أكتوبر، كل أربعاء الثاني من أكتوبر يتم الاحتفال سنويا بيوم الحد من الكوارث الطبيعية. وهذه السنة حقيقة جاءت يعني شعار الندوة نفسها أو شعار اليوم هذا هو المعاق وطبيعة تكيفها مع الكوارث الطبيعية. واستهدفت الندوة العاملين في الحقل التربوي وطلبة الجامعات والكليات الخاصة والإعلاميين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص وبعض الجمعيات الأهلية والمدنية. وهدفت هذه الندوة إلى تعزيز الوعي والإدراك بالمخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية وسبل تعبئة الموارد الوطنية والدولية، ولفت الانتباه إلى المعوقين وأخذ خصوصيتهم في الحسبان أثناء الكوارث، وتحديد الاتجاهات والأولويات في العمل على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. هذه الندوة في هذا العام تكتسب صفة الدولية حقيقة، حيث هناك كثير من الخبراء في هذا المجال تستضيفهم هذه الندوة وأخذ خصوصيتهم في الحسبان أثناء الكوارث، وتحديد الاتجاهات والأولويات في العمل على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لكفالة تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الجيدة في مجال مبادرات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في العالم.
حياكم الله مشاهدينا. يوم السبت الماضي 27 أكتوبر انطلقت في السلطنة الدورة 60 لاجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط. طبعا هذه الدورة تمتد لغدا إن شاء الله تختتم يوم 30 من أكتوبر. الشيء الجميل اللي كان في افتتاح هذه الدورة هو طبعا الإعلان عن المكرمة السامية ب5 ملايين دولار للمكافحة أو مكافحة شلل الأطفال. هذه المكرمة السامية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة شلل الأطفال. طبعا هذه الدورة 60 بها العديد من المحاور، بالإضافة طبعا إلى هذا المحور الجدا مهم واللي دائما ما يناقش في اجتماعات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وهو استئصال هذا المرض الخطير حقيقة، واللي يمكن بعض الدول تعاني أكثر من بعض دول الإقليم. نتعرف أكثر ونقترب أكثر على ما طرح خلال الدورة 60 لاجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط من خلال استضافتنا لمعالي الدكتور علاء الدين علوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. مساك الله بالخير معنا معالي الدكتور، ونورت برنامج من عمان. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وطبعا أكيد نرحب بك في بلدك الثاني سلطنة عمان. يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. إذن نبدأ من المكرمة السامية تخصيص 5 مليون دولار طبعا المنظمة لمكافحة واستئصال مرض شلل الأطفال. كيف استقبلتم في منظمة الصحة العالمية هذا الخبر؟ مبادرة كريمة ورائعة من جلالة السلطان، وهذه المكرمة سوف تمكن منظمة الصحة العالمية من تكثيف الجهود في نشاطات الاستئصال شلل الأطفال عالميا. نعم. عندنا الآن البرنامج العالمي لاستئصال شلل الأطفال، وهو برنامج حقق الكثير من الإنجازات يعني عبر السنوات الماضية، ولكن لا يزال لدينا للأسف الشديد 3 بلدان اللي لا يزال فيها الفيروس موجود، وهي نعم. أفغانستان وباكستان، وهي أيضا ضمن إقليم شرق المتوسط. بالضبط. وكذلك البلد الثالث هو نيجيريا اللي هو ضمن الإقليم الأفريقي. هناك نشاط مكثف من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمات أخرى، وكذلك الكثير من البلدان في يعني الهدف منه هو استئصال هذا المرض نهائيا. سيكون هذا المرض لو استؤصل نعم. إن شاء الله خلال السنة القادمة أو السنتين القادمتين سيكون المرض الثاني الذي يستأصل إن شاء الله بعد شاء طبعا الجدري. نعم إن شاء الله، وإحنا نتمنى أيضا أن هذه المكرمة السامية تكون دافع كبير لاستئصال هذا المرض، للمساعدة أيضا للحد واستئصال هذا المرض نهائيا من إقليم شرق المتوسط. إذا بالإضافة إلى هذا المرض والحديث عن هذا المرض، مثل ما ذكرت أنه دائما هو موجود ضمن اجتماعاتكم هذه اللي دائما تعقد طبعا. بالإضافة إلى هذا الموضوع، ما هي أهم الأعمال أيضا المدرجة على أجندة اجتماع هذه الدورة 60؟ جدول أعمال الدورة 60 حقيقة حافل بالكثير من المواضيع. نوقش موضوع التغطية الصحية الشاملة، وهي هدف لكل الأنظمة الصحية في كل بلدان الإقليم. نعم. نوقش موضوع الأمراض غير السارية، نسميها الأمراض غير السارية اللي تشمل هي الأمراض القلب والأوعية الدموية، السكتة الدماغية، السرطان والسكري. هذه الأربع مجموعات وأيضا أمراض الرئة المزمنة، الأربع مجموعات من الأدوية تشترك فيما بينها بنفس عوامل الخطورة. نعم. اللي هي استخدام التبغ، التغذية غير الصحية، أنماط الغذاء غير الصحية، وكذلك عدم النشاط البدني. فأربع مجموعات، وفي بعض المجتمعات أيضا الاستخدام الضار للكحول. فأربع أمراض أو أربع مجموعات من الأمراض تسببها أربع عوامل خطورة. صحيح. هذه تقريبا عالميا مسؤولة عن حوالي 60% من كل الوفيات بالعالم، وفي بعض بلدان الإقليم مسؤولة عن 70 أو 80% من الوفيات. المشكلة الأساسية أنه نسبة كبيرة من الوفيات التي تحدث بسبب هذه الأمراض تحدث بوقت مبكر جدا، تحت سن 60 سنة، في أوقات نعم. يكون الإنسان فيها منتج. نعم. فلذلك لهذا السبب تشكل خطورة. تشكل أيضا ليس خطورة فقط على الصحة. نعم بالضبط. وإنما أيضا خطورة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فهذا الموضوع كان موضوع نقاش مفصل في هذه الدورة. هناك إعلان لأنه هذا الموضوع أيضا يتعلق ليس فقط بالأمور الصحية وإنما بقضية التنمية الاقتصادية، نوقش في على نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم. في سنة 2011 منذ سنتين، وحضر الاجتماع عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، لذلك هناك الآن إعلان سياسي يتضمن عدد من المقترحات والتوصيات للدول أن تنفذها، وسيكون هناك اجتماع آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول هذا الموضوع في بداية الجلسة القادمة للجمعية في سبتمبر أيلول العام المقبل، لمناقشة التقدم المحرز من البلدان في تنفيذ هذه التوصيات. نعم. فإحنا في هذه الدورة ناقشنا مدى استعداد هذه الدول للتقييم الذي سوف يجري في نيويورك في الأمم المتحدة. نعم. في سبتمبر من العام القادم 2014. إذن يعني من خلال حديث معاليكم، يعني ربما من الجيد أن يعني نمر على الأدوار التي يطلع بها مكتب المنظمة من أجل دعم أولويات القضايا الصحية وخاصة بدول إقليم شرق المتوسط. منظمة الصحة العالمية الحقيقة هي المنظمة الأساسية في المجموعة الدولية ومجموعات الأمم المتحدة الخاصة بقيادة العمل الصحي عالميا. نعم. ولذلك لها عدة وظائف أساسية. وظيفتها الأساسية تقديم النصح وتقديم الدعم للسياسات الوطنية للتنمية الصحية، تقديم الدلائل وكذلك النصح في كل ما يخص تقوية الأنظمة الصحية وكذلك مكافحة الأمراض وتحسين وتعزيز الصحة. فنحن طبعا في المنظمة إذا كان في المقر الرئيسي في جنيف أو المقر الإقليمي نقوم بإعداد هذه الدلائل، نتصل بالحكومات، نعمل في كل بلدان الإقليم. هناك لدينا مكاتب قطرية في كل بلدان الإقليم، هذه المكاتب تكون بمثابة الدعم لوزارات الصحة والوزارات الأخرى المعنية، تقدم المشورة لمعالي وزير الصحة وللمسؤولين الصحيين، وكذلك تقوم بعدد من النشاطات. من جملة هذه النشاطات هي تعزيز القدرات الوطنية والتدريب في مجالات عدة. نعم. عندما نتحدث يعني عن دوركم والأدوار التي يقوم بها المكتب وأيضا من طبعا المكاتب القطرية اللي موجودة مثل ما ذكرت معاليكم في البلدان، ما هي أبرز التحديات اللي ممكن تواجهونها في بلدان إقليم شرق المتوسط؟ هذا سؤال جيد، لأنه هذا الموضوع نوقش بعمق مع معالي الوزراء وكذلك المسؤولين الصحيين وكذلك المنظمات الأخرى، وخرجنا باستنتاج أن هناك خمس أولويات صحية ينبغي التركيز عليها. أولا هي قضية تقوية النظم الصحية، هناك عقبات ومشاكل تعترض التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين. التغطية الصحية الشاملة أقصد بها أنه كل مواطن يكون له الحق بالرعاية الصحية والخدمات الصحية الأساسية دون أن يمر بضائقة مالية. نعم. فإذا تقوية النظم الصحية واحد. اثنين، مكافحة الأمراض السارية. احنا الآن نعرف أن في أمراض معدية كثيرة. نعم. قضينا على الكثير منها، وخصوصا دولة مثل عمان حققت الكثير من الإنجازات خلال العقود الثلاث الماضية وقضت على الكثير من الأمراض المعدية. نعم. ولكن لا زالت هناك أمراض مستجدة، يعني مثلا نسمع إنفلونزا الطيور وأنواع أخرى من الإنفلونزا، مؤخرا في الكورونا فيروس. نعم. والأمور الثانية. فإذا مكافحة الأمراض السارية هو من الأولويات والتحديات لكل بلد الحقيقة. الشغلة الثانية هي السبب الأول للوفيات في هذه البلدان اللي هو الأمراض غير السارية اللي ذكرتها، السرطان والسكري وأمراض القلب وأمراض الرئة المزمنة. هذه الآن أهميتها تتضخم الحقيقة، لأنه العبء كبير جدا صحيا وعبء كبير جدا أيضا اقتصاديا. صحيح.
ومن ثم هناك أيضا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة للبلدان وهي صحة الأمهات والأطفال. عندنا الآن 10 من البلدان 22 التابعين إلى أقليم شرق المتوسط يعانون من عبء كبير جدا في وفيات الأمهات والأطفال. يعني هذا الموضوع طبعا في عمان أيضا حققنا إنجازات كبيرة جدا الحمد لله، ولكن في بلدان من عديدة الحقيقة حوالي 9 أو 10 بلدان في هذا الإقليم هناك لا زالت نسب عالية جدا من وفيات الأطفال ووفيات الأمهات. ولدينا برنامج خاص الآن لخفض هذه النسب. والأولوية أو التحدي الخامس في هذا الموضوع هو موضوع الأزمات الصحية. يعني إقليمنا الحقيقة من أكثر الأقاليم تعرضاً للأزمات، إذا كانت أزمات حادة أو أزمات مزمنة أو أزمات يسببها الإنسان مثل العنف والحروب والأمور المماثلة أو أزمات تسببها الطبيعة مثل الكوارث الطبيعية. فإحنا إذا نقارن إقليمنا بالأقاليم الأخرى نشوف أنه إقليمنا للأسف الشديد حصة من الأزمات كبيرة جدا. لذلك دائما هو يعني احنا مشغولين بهذا الموضوع يوميا تقريبا. يعني مثلا عندنا الأزمة السورية الآن والمشاكل الكبيرة والأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين. فلذلك هذا الموضوع هو من المواضيع المهمة جدا في عمل منظمة الصحة العالمية. بالضبط. وهل من خلال طبعا اجتماعاتكم ولقاءاتكم هل وضعتم حلول يعني هذه الأولويات الخمسة لديكم؟ لدينا برنامج محدد وواضح ولدينا رؤية في الأولويات الخمسة هذه. لدينا رؤية متكاملة في موضوع مكافحة الأمراض غير السارية والمزمنة من خلال أولا رصدها باستمرار. وهناك برنامج مكثف مع كل البلدان لتعزيز أجهزة الرصد بالنسبة للعوامل الخطورة التبغ وما شاكل ذلك. وأيضا رصد الوفيات والمراضة للأمراض. الشغلة الثانية عندنا برنامج أيضا للقضاء أو خفض نسبة الإصابة بعوامل الخطورة. برنامج التبغ مثلا. برنامج التغذية الصحية، برامج تتعلق بتعزيز النشاط البدني. وهناك الجزء الثالث من هذه الاستراتيجية أو الرؤية اللي هي تتعلق بالرعاية الصحية للمواطنين المصابين بها. يعني تروحين أي مستشفى الآن الأسباب الأساسية لمراجعة المستشفى هي هذه الأمراض. فإذا لكي نسيطر على هذه الأمراض ينبغي أن تتوفر الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصابين بهذه الأمراض لكي نمنع حدوث المضاعفات. وكذلك نمنع حدوث الوفاة المبكرة. لكن معالي الدكتور يعني 22 دولة في إقليم شرق المتوسط أكيد ليست بذات المستوى من الاقتصاديات، وبالتالي هي تعاني يعني في بعض الدول غير قادرة على توفير هذه الرعاية الصحية، خلينا نقول حتى يمكن الأولية لرعاياها بسبب طبعا دخول اقتصادياتها الضعيفة والمتدنية مقارنة بدول أخرى. هنا ما دور منظمة الصحة العالمية؟ سؤال ممتاز الحقيقة. احنا تحدثنا فقط عن رؤيتنا لواحد من الخمس أشياء بس خلينا نكمل في الموضوع هذا. احنا عندنا فعلا يعني إقليم في يعني مجموعات من البلدان. تختلف فيما بينها اقتصاديا. بالضبط. وتختلف فيما بينها بالنسبة للإنجازات الصحية والمؤشرات الصحية فيها. عندنا المجموعة الأولى هي المجموعة اللي تنضم إلها عمان مثلا و بلدان الخليج وقد يكون بلدان أخرى اللي حققت تقدم اجتماعي واقتصادي كبير جدا خلال العقود الماضية. ومؤشراتها الصحية عالية. بعض الأحيان بعض المؤشرات الصحية تضاهي ما هو موجود في الدول الأوروبية. هذا لا يعني أنه لا توجد هناك مشاكل، نتحدث على المشاكل اللي تصيب المجموعة الأولى. هناك المجموعة الثانية هي المجموعة عادة البلدان المتوسطة الدخل أيضا حققت إنجازات كبيرة صحيا، لكن لا تزال هناك بعض المعوقات بالنسبة للتنمية الصحية. وهناك للأسف الشديد المجموعة الثالثة، هذه المجموعة هي مجموعة الدول المنخفضة الدخل.
عندنا عدد كبير من هذه البلدان أيضا تعاني من حتى نمط الأمراض اللي فيها يختلف مثل ما تفضلتي. يعني هناك الأمراض السارية هي الأمراض الأساسية، ولو الآن حتى في هذه البلدان الأمراض غير السارية الآن تزداد حدة وتزداد أيضا حجما. ولكن أيضا هناك مشاكل بالنسبة لصحة البيئة، المياه الصالحة للشرب، بالنسبة للإصحاح. وهذه الدول أيضا تعاني من مشاكل كبيرة في مجال وفيات الأطفال والأمهات. بعضها للأسف الشديد معدلات وفيات الأطفال والأمهات من أعلى المعدلات في العالم. لذلك مثل ما تفضلتي هناك يعني، لكن في كل مجموعة من هذه الدول في تحديات. وحتى في موضوع الأنظمة الصحية يعني هناك تقدم في بعض البلدان، حتى البلدان المجموعة الأولى من ناحية التغطية الصحية الشاملة، ولكن هناك أيضا لا زالت مواطن ضعف في النظام الصحي ينبغي أن نتصدى لها. معاليك ذكرت السلطنة وأيضا دول الخليج من ضمن المجموعة الأولى اللي قطعت شوط كبير جدا فيما يخص بالخدمات الصحية وأيضا الرعاية الصحية لمواطنيها، ولكن تبقى أن هناك إشكاليات وتحديات. تحديات كبيرة تحديات. الأمراض المزمنة الآن والأمراض غير السارية الحقيقة من أعلى المعدلات الآن. نحن عندنا مثلا خلينا نقول السمنة وارتفاع وفرط الوزن، يعني عندنا في بعض البلدان من أعلى مستويات السمنة بالعالم. هل هي مشكلة تتعلق بالوعي بالثقافة الصحية عند الأشخاص؟ هي بالتأكيد تتعلق بالوعي الصحي، ولكن أيضا تتعلق بالبيئة الملائمة. يعني مثلا يعني احنا ننصح المواطنين بعدم التدخين، ولكن عندما المواطن يطلع برا ويشوف في الأماكن العامة الناس كلها تدخن، ولما يشوف علبة السجاير رخيصة جدا، لما يشوف ما في ضوابط لمنع التدخين في الأماكن العامة، لما يشوف إعلانات الترويج للتدخين في كل مكان، فإذا البيئة هي تخليه يدخن يستمر التدخين. صحيح. فهي الحقيقة لكي نسيطر على هذه المشكلة ولكي نتصدى لها هي مزيج من تعزيز التوعية الصحية، ولكن في نفس الوقت إيجاد بيئات ملائمة لأن تكون هناك أنماط حياتية صحية، وكذلك بالنسبة للتغذية غير الصحية. في كل مكان نشوف الأغذية منتشرة التي تساعد على ارتفاع الوزن وكذلك السمنة. نعم، يعني حديثك يجرني لنقطة مهمة جدا يمكن ذكرتها خلال الحديث كذا مرة ووجب الوقوف عندها، وهو يمكن من أهم الإعلانات اللي طبعا تصدرها منظمة الصحة العالمية وأيضا دور تطلع به بشكل دوري وحيوي جدا، اللي هو محاربة وباء التبغ. يعني وأيضا تم الإعلان عن تقرير منظمة الصحة العالمية حول وباء التبغ العالمي. خلينا نتكلم أكثر عن هذا الإعلان، أيضا مبادرة التحرر من التبغ اللي جاءت ضمن هذا الإعلان. هذا الموضوع هو تنفيذ لاتفاقية عالمية وقعتها معظم بلدان العالم، هي الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ. هذه الاتفاقية أقرت من قبل الأمم المتحدة، والآن هي من أنجح الاتفاقيات الأمم المتحدة. جميل. البلدان المشاركة فيها الآن أكثر من 170 بلد، وهذه الاتفاقية تلزم البلدان بتنفيذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة التبغ. لدينا الآن على سبيل المثال خمس إجراءات ينبغي على كل بلد تنفيذها. إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات سوف تنخفض نسبة التدخين في البلد، وبالتالي تنخفض نسبة الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وبالسكتة الدماغية، وكذلك بأنواع كثيرة من السرطان يسببها التدخين. أكيد. بالمناسبة معروفة. فلذلك احنا في كل دورة من الدورات اللجنة الإقليمية، اللجنة الإقليمية الحقيقة اجتماعاتها هي الاجتماعات السنوية لوزراء الصحة بالإقليم. ففي كل اجتماع لدينا تقرير يبين أين 22 دولة من هذه الدول تنفيذا لهذه الإجراءات الخمسة، رفع الضرائب وزيادة الأسعار التبغ مثلا،
منع الإعلان والترويج للتدخين. بالضبط، وهذا هو كان طبعا موضوع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لعام 2013. صحيح. حدد بحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. بالضبط. وخلينا أيضا نذكر معلومة لمشاهدينا، أن طبعا منظمة الصحة العالمية تحتفل هي وشركائها في كل مكان في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين. وكل عام الحقيقة نختار شعار، وهذا الشعار يتعلق بالخمس إجراءات المفروض كل بلد ينفذها. جميل جدا. إحنا حقيقة الموضوع يعني شيق جدا، والحديث عن هذا الموضوع لا ينتهي عن الصحة خاصة وكل ما يتعلق بصحة الإنسان، ولكن للأسف وقتنا فيما يخص هذا الموضوع يعني شارف على الانتهاء. معالي الدكتور علاء الدين علوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، شكرا جزيلا، نورتنا في برنامج من عمان، نورتنا في عمان. شكرا. نتمنى لك إقامة طيبة فيما تبقى من الوقت. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين، احنا مستمرين معاكم، خليكم معنا. تتواصل احتفالات ولاية البريمي بيوم المرأة العمانية لليوم الثاني على التوالي، فالملتقى العلمي الذي يتحدث عن دور جمعيات المرأة في تنمية المجتمع تضمن الملتقى ثلاث جلسات ناقشت الأولى المواطنة وجمعيات المرأة العمانية، فالمواطنة هي الشعور والانتماء والولاء للوطن والقيادة، وتتمثل في الجانب السلوكي الظاهري في الممارسات الحياتية. وجاءت الجلسة الثانية بعنوان تمكين جمعيات المرأة العمانية، حيث تحدثت عن الدعم الاستشاري وأثره في تفعيل دور جمعيات المرأة والتخطيط وأهميته لتفعيل دور الجمعيات ومعايير تقييم وضبط جودة الأداء. والجلسة الثالثة بعنوان نماذج لمجالات دعم المرأة، حيث ناقشت دور القطاع الخاص وإمكانات دعم جمعية المرأة العمانية وتفعيل دور المرأة التنموي عبر وسائل الإعلام وتجربة المرأة في المجلس البلدي، كل ذلك وصولا لصياغة مثلى لما طرح من أفكار وطموحات عبر توصيات تحاول النهوض بهذه الاحتفالية السنوية لتخرج من شكل الاحتفال المجرد إلى شكل تتحقق معه الكثير من أهداف النهوض بأدوار المرأة في كافة القطاعات، مسبوقا بتأهيلها وإعدادها نفسيا واجتماعيا وإداريا لتمكينها من تحقيق ذلك. لا تقلق، هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة. عنترة جولد ثمينة.
أهلا بكم مشاهدينا، وننتقل إلى محطتنا الثانية ضمن برنامجنا اليوم، حلقة برنامجنا الليلة من عمان، وراح تكون محطتنا حول الندوة الوطنية التي ستناقش المعايير المؤسسية وأيضا معايير البرامج الأكاديمية. هذه الندوة إن شاء الله راح تبدأ غدا وتستمر طبعا على مدى يومين بفندق كراون بلازا. راح ترعى حفل افتتاح هذه الندوة سعادة الدكتورة منى بتسالم الجردانية، وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني بوزارة القوى العاملة. خلونا نتعرف ونقترب أكثر على هذه الندوة الوطنية واللي راح تنظمها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من خلال استضافتنا الفاضلة فخرية بنت علي الحبسية، أخصائية ضمان جودة بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. مساك الله بالخير معنا أستاذة فخرية. أهلا وسهلا، مساء النور. يعني أستاذة فخرية، ربما أنا أتحدث عن نفسي، ما سمعت عن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إلا في 2010 عندما صدر المرسوم السلطاني بإنشاء هذه الهيئة. وينكم من 2010؟ في الحقيقة نحن كنا موجودين كنا موجودين تحت مسمى مجلس الاعتماد. نعم. ومجلس الاعتماد كان موجود من سنة 2001، بس كنا تحت مظلة وزارة التعليم العالي. كنا تابعين لوزارة التعليم العالي، أو كنا جزء من وزارة التعليم العالي، وصدرت الاستقلالية المنشودة في عام 2010. نعم. بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لتحل محل مجلس الاعتماد السابق. وأنا هذه اللي أتحدث عنها بالضبط، هي الهيئة العامة، الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. هل هو تقصير منكم، تقصير منا احنا كإعلاميين، ان احنا ما قاعدين نعرف الناس بوجود هذه الهيئة المهمة جدا فيما يتعلق بجودة التعليم في السلطنة والتعليم العالي، مش اي تعليم يعني؟ في الحقيقة الدور الإعلامي اللي لازم تلعبه الهيئة لازم يكون بالطبع أكبر من كذا. لكن في نقطة أحب أوضحها، انه الجهات المستفيدة من عملنا هي في الأول والأخير مؤسسات التعليم العالي نفسها. نعم. مؤسسات التعليم العالي تعرفنا وتعرف الأعمال اللي نحن نقوم فيها من خلال موقعنا الإلكتروني. نعم. وطبعا نحن بحاجة إلى العمل أكثر على الجانب الإعلامي، لكن الجهات الأولى يعني والمعنية بالاستفادة من خدماتنا تعرف خدماتنا 100%، والبرامج والأنشطة والفعاليات اللي نحن نقوم فيها. جميل. ولكن يعني ما يفترض أيضا أن أولياء الأمور الطلبة يتعرفون أيضا على هذا الدور، لأن في جزء يخصهم هم كأولياء أمور وطلبة. هو فعلا هو في جزء خاص بأولياء الأمور والطلبة من خلال التقارير اللي نحن ننشرها. نعم. يعني نحن ننشر تقارير عن جودة مؤسسات التعليم العالي مستقلة مهنية ومحايدة. جميل. وكلها موجودة على موقعنا، بإمكان أي ولي أمر أو طالب أنه يطلع عليها ويتعرف على جودة المؤسسات. إنزين، قبل لا نتكلم عن هذه التقارير وقبل لا نتكلم أيضا عن موقعكم وكيفية الوصول إليكم، حابين أستاذة فخرية تعرفينا أكثر وتقربينا أكثر عن يعني من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، اختصاصاتها، مهامها أيضا الموكلة إليها. في الحقيقة مثل ما أنا ذكرت قبل شوية، نحن أنشئت الهيئة سنة 2010 في مايو 2010 بموجب مرسوم سلطاني سامي لتحل محل مجلس الاعتماد السابق. نحن كنا تحت مظلة وزارة التعليم العالي. نعم. أتت الاستقلالية المنشودة، طبعا هذا لازم يكون في استقلالية لأن هذه الممارسة عالمية، كل جهات الاعتماد وضمان الجودة مستقلة في سواء إقليميا أو دوليا، وحبة السلطنة أنها تكون من ضمن هذا الممارسات الدولية الجيدة. نعم. استقلت الهيئة، وفي بعض المهام والاختصاصات أخذتها من مجلس الاعتماد السابق، وفي مهام واختصاصات جديدة أضيفت إليها مثل تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي. جميل. الاعتراف بالبرامج الأجنبية، في نفس الوقت توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع المجالس المتخصصة لضمان الجودة. من ضمن اختصاصاتنا أيضا اعتماد مؤسسات التعليم العالي، اعتماد برامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي. جميل. والفرق بين هذا المرسوم والمرسوم السابق أنه ذكر المؤسسات الحكومية والخاصة.
أما بالنسبة للمرسوم السابق هذا ما كان هذا الأمر واضح، يعني تحت مظلة الهيئة كل مؤسسات التعليم العالي في البلد سواء كانت الخاصة الحكومية التابعة لوزارة اللي تشرف عليها وزارة الدفاع، وزارة القوى العاملة، وزارة التعليم العالي، معهد العلوم الشرعية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في الحقيقة تحت مظلتنا أكثر من 60 مؤسسة تعليم عالي في البلد. نعم، فيما يخص طبعا إجراءاتكم أنتم للتأكد من يعني جودة التعليم العالي في هذه المؤسسات أو جودة هذه المؤسسات وما تطرحه من برامج دراسية، من يعني هل تختصون فقط فيما تطرحه من برامج دراسية أم أيضا البيئة الأكاديمية اللي موجودة، المباني، كل هذه الأمور؟ في الحقيقة في البداية أحب أوضح الإطار العام لضمان الجودة اللي صممته الهيئة. نعم. الإطار العام بالنسبة للاعتماد الأكاديمي يتكون من مرحلتين، مرحلة أولى هي تدقيق الجودة ومرحلة ثانية هي التقويم مقابل المعايير. جميل. تدقيق الجودة، نقوم بتدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي بناء على رسالتها، أهدافها، خطتها الاستراتيجية، الأهداف اللي وضعتها لنفسها. بمعنى في المرحلة الأولى ليس هناك وجود لهاجس القلق من الإخفاق. نعم. لأن لا توجد نتيجة حتمية كالنجاح أو الفشل. صحيح. النتيجة تقرير مهني محايد يشيد بالجوانب الجيدة وتوكيدات على الجوانب التي تبذل فيها المؤسسة جهود للتحسين، توصيات في المجالات التي تحتاج أن المؤسسة تقوم فيها بمزيد من العمل. نعم. بمعنى أنه متوازن. طبعا في مجالات تحصل فيها على إشادات وفي مجالات تحصل فيها على توصيات، بمعنى نركز فيها على الجوانب التطورية للمؤسسة. جميل. في هذه الفترة، فترة تدقيق الجودة ويصدر فيها التقرير، يأتي دور وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي تأخذ تقاريرنا وتقوم بمتابعة، طبعا ما بس وزارة التعليم العالي، أي وزارة مشرفة على مؤسسات التعليم العالي تأخذ تقاريرنا كأساس تبني عليه عملية المتابعة. هل هذه المؤسسات فعلا قامت بتنفيذ التوصيات اللي موجودة في التقارير أم لا؟ فصارت هذه التقارير مادة دسمة لهذه الوزارات، وفي نفس الوقت نتائج التقويم اللي نحن نقوم فيها صارت أيضا مادة دسمة أخرى لمجلس التعليم في وضع السياسات. يأخذ نتائج التقييم يساعد مجلس التعليم الموقر في عمل السياسات. هذه هي المرحلة الأولى. نعم. المرحلة الأولى تعطي مؤسسات التعليم العالي الفرصة أنها تبني نفسها وتبني أنظمة ضمان الجودة لديها. نعم. تأتي المرحلة الثانية اللي هي التقويم مقابل المعايير. جميل. مؤسسات التعليم العالي لازم تستوفي مجموعة من المعايير، والبرامج لازم تستوفي مجموعة، وهنا يوجد هاجس الإخفاق أو الفشل. بالضبط. نعم، في المرحلة الثانية. إذن يعني من خلال حديثك أستاذة فخرية تبين أن أنتم علاقتكم مرتبطة بمؤسسات التعليم العالي ومن ثم أيضا وزارة التعليم العالي وغيرها طبعا من الجهات اللي لديها تشرف. أو وزارات أو يعني مؤسسات لديها مؤسسات أو تعنى بمؤسسات تعليم عالي، هو هذه الحلقة اللي أنتوا شغلكم يكون طبعا فيها. وفي علاقة، في الحقيقة في علاقتنا وطيدة جدا مع وزارة التعليم العالي، هي الشريك الأساسي في هذه العملية كلها. نعم. ومع الوزارات الأخرى نفس الشيء، عندنا علاقات جدا وطيدة. ذكرتي نقطة مهمة اللي هي التقارير، دائما تقارير الجودة تضعونها في موقعكم بحيث أن بإمكانهم مين يطلع على هذه التقارير، ولكن لما دخلت موقعكم لقيت أنه فقط باللغة الإنجليزية والموقع باللغة العربية قيد الإنشاء، وبالتالي ربما أيضا من جانب آخر المستفيدين من ليهم علاقة يعني أيضا بإمكانهم الاطلاع على هذه التقارير والاستفادة من هذه التقارير وكل هذه الأمور، ولكن أيضا تبقى أن ولي الأمر والطالب، حتى مثلا ولي الأمر إذا أراد أن بعد ما يكمل ابنه مرحلة تعليم دبلوم التعليم العام وأراد إلحاق ابنه بوحدة من هذه المؤسسات،
ربما كان تقريركم سيعين أشد العون يعني في اختيار المؤسسة ذات المستوى يعني ذو الجودة العالية، صحيح؟ فعلا. ولكن موقعكم فقط الآن خلينا اعتبره للأكاديميين والباحثين والمهتمين. في الحقيقة في العمل جار الآن على ترجمة الموقع. هو في الحقيقة تم ترجمته، لكن حاليا الراجع الترجمة. وإن شاء الله في يعني أنا أتفق معك على أهمية الترجمة العربية وعلى أهمية وجود موقع إلكتروني باللغة العربية الهيئة. أنا أتفق معك في هذا، وهذا الموضوع أبدا ما غفلت عنه الهيئة. هو فعلا ترجمناه، ولكن الآن في طور تطوير الموقع ومراجعته. جميل. بسبب الفترة الزمنية اللي ياخذها الموضوع، الموقع الإلكتروني باللغة العربية ذو جودة معينة، ومن نريد الموقع باللغة العربية يقل جودة عن الموقع باللغة الإنجليزية. نعم. نريد الجودة تكون متساوية. وبالنسبة للتقارير نفس الشيء، نحن شغالين حاليا على ترجمة الملخصات التنفيذية لهذه التقارير. جميل. فبحيث أنه ولي الأمر أو الطالب يتمكن من قراءة على الأقل الملخص التنفيذي، يتعرف فيها على المؤسسة. جميل. ففعلا من ضمن الأمور اللي في بالنا وفي اهتمامنا ونحن نشتغل عليها. إذا نحن بانتظار أيضا هذا الموقع حتى الكل يستفيد صراحة من جهودكم فيما يخص طبعا قياس وأيضا الاعتماد، يعني دوركم في يعني جودة التعليم العالي لدينا ومؤسسات التعليم العالي. نتحدث عن الندوة اللي إن شاء الله راح تنطلق في الغد بالكراون بلازا، وهي لجنة أو الندوة الوطنية لمناقشة المعايير المؤسسية وأيضا معايير البرامج الأكاديمية. تمام. تكلمت عن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تدقيق الجودة. الهدف من الندوة هو عرض المرحلة الثانية من مرحلة الاعتماد المؤسسي اللي هي التقويم مقابل المعايير. نعم. بمعنى أنه عندنا مسودة المعايير المؤسسية والمعايير البرامجية، ما نريد نفرضها على قطاع التعليم العالي فرض. ندعو كافة مؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية وأرباب العمل والطلبة، نعرض عليهم هذه التقارير، ناخذ ملاحظاتهم وآرائهم في يعني مثل الحوار الوطني المفتوح بينهم بالمؤسسات التعليم العالي. حلو. لمدة يومين. نعم. اليوم الأول اللي هو بكرة بنتكلم عن المعايير المؤسسية، اليوم الثاني اليوم اللي بعده رح نتكلم عن معايير البرامج الأكاديمية. نعم. يعني الهدف الأساسي عرضها عليهم، أخذ مقترحاتهم وآرائهم، وناخذ مقترحاتهم بنظر الاعتبار عند إعداد المسودة الأخيرة من هذه المعايير. جميل جدا. في كان عندكم يوم 24 يونيو من طبعا يونيو الماضي. تمام. في اجتماع حول تطوير معايير الاعتماد المؤسسي. فعلا. نعم. إيش ارتباطها مع الندوة اللي راح تقام قدرها؟ فعلا كان هذاك الاجتماع، يعني هذه الندوة مكملة لهذاك الاجتماع. الاجتماع اللي تم في تاريخ 24 يونيو كان اجتماع اللجنة الاستشارية. نعم. بمعنى اللجنة، نحن كهيئة شكلنا لجنة استشارية تتكون فيها عضو من كل مؤسسة تعليم عالي. هذه اللجنة الاستشارية إيش دورها؟ نعطيهم مسودة المعايير، وهم بدورهم يقوموا يعني تجميع الملاحظات والمقترحات من مؤسساتهم. جميل. يعني مثل عيون الهيئة على المؤسسات هذه. نعم. فهذاك الاجتماع كان عبارة عن اجتماع اللجنة الاستشارية هذه، تمهيدي لهذه الندوة. أيوة. نعم. تمهيدي لهذه الندوة. نعرفهم وين وصلنا في المشروع، إيش الخطوات القادمة، إيش اللي نحن لازم نعمله. وهذه الندوة طبعا مكملة لاجتماع مع اللجنة الاستشارية، وأعضاء اللجنة الاستشارية هم من الحضور للندوة. جميل. حضور الندوة هذا مفتوح مثل ما ذكرتي، بإمكان كل من له علاقة بموضوع طبعا المعايير البرامج الأكاديمية أو المعايير المؤسسية في مؤسسة التعليم العالي بإمكان الحضور. فعلا هو شريحة. نعم. واسعة من المعنيين راح يحضروا، شريحة واسعة جدا. عندنا أرباب العمل من عدة جهات توظيفية، عندنا طلبة راح يكونوا موجودين، أساتذة، أكاديميين، أعضاء لجنة الاستشارية، عند مؤسسات التعليم العالي كلها بمؤسساتها العسكرية والخاصة والحكومية، كلهم إن شاء الله راح يكونوا يشاركونا في الندوة بكرة. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق في ندوة الغد، وأيضا في يعني التوفيق للمؤسسة حقيقة، هذه المؤسسة اللي ليها دور كبير في تطوير وأيضا جودة تعليمنا العالي، ويعول عليها الكثير حقيقة في هذا الجانب الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي. أعتقد أن اللي ما كان يعرف عنها على الأقل عرف عنها من خلال هذا اللقاء البسيط. نتمنى أيضا في مشاريعكم القادمة نكون شركاكم في تعريف المجتمع بكل ما تقوم به هذه الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. الأستاذة فخرية بنت علي الحبسية أخصائية ضمان جودة بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، شكرا جزيلا لك، نورتينا. عفوا. شكرا. إذا مشاهدين احنا مستمرين معكم محطتنا الأخيرة بيئية، خليكم معنا. بهدف إبراز المزايا التنافسية التي تتمتع بها السلطنة، عقدت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات اليوم بفندق كراون بلازا مسقط مؤتمراً صحفياً للكشف عن ملتقى عمان للتنافسية، والذي سيعقد ولأول مرة خلال الفترة من 1 إلى 4 من شهر ديسمبر القادم بفندق قصر البستان. وأوضح صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة أن الملتقى يهدف إلى إبراز المزايا التنافسية للسلطنة والسعي للعمل مع المؤسسات الاقتصادية المعنية داخل السلطنة وخارجها لتحسين الميزة التنافسية للاقتصاد العماني، بالإضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. يأخذ نحدد من خلال أهم الجوانب هي توضيح مفاهيم التنافسية وأهميتها. رح نتكلم كذلك خلال الملتقى عن الدور الذي يتوجب على السلطنة أن تلعبه في مجال التنافسية وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. رح نتكلم عن كذلك علاقة التنافسية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم وتحديدا على مستوى سلطنة عمان. رح نتكلم كذلك عن أهمية تحديد المزايا التنافسية والعمل على تعزيزها فيما يتعلق بخصوصية سلطنة عمان، وهذا كذلك جانب جدا مهم. ويناقش الملتقى خلال فترة انعقاده 6 محاور رئيسية تتميز بالمرونة لاحتوائها على المستجدات التي تطرأ على الاقتصاد المحلي وأهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي في الوقت الحالي. يشار إلى أن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات قامت بالتنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتنظيم الملتقى وعدد من حلقات العمل التخصصية، وذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من خبرة واسعة في مجال تعزيز الميزة التنافسية وتحسين المناخ الاستثماري. لا تقلق، هذه البطارية لا تحتاج إلى صيانة. عنترة جولد ثمينة.
محطتنا الأخيرة مشاهدينا راح تكون حول مشروع مسح ودراسة الزواحف البرية في السلطنة. هذا المشروع اللي تنظمه وزارة البيئة والشؤون المناخية. مشروع مسح ودراسة الزواحف البرية في السلطنة بعد سنة تقريبا أثمر عن اكتشاف مجموعة من الزواحف، خلينا نقول 5 زواحف، وأيضا مثل ما خبرني ضيفي أن في أفعى. هذه لحد الحين هي أصناف جديدة، بعدها ما حد مكتشفينها، هي تكتشف للمرة الأولى جديدة على مستوى العالم وليس فقط على مستوى السلطنة. لكن هذا الموضوع يحتاج لمزيد من البحث والدراسة حتى يتأكدون إن كانت هي فعلا يعني نسل جديد نهائيا غير معروف، أو كانت تنتمي إلى مثلا يعني مجموعات أخرى. نقترب أكثر من هذه الزواحف المكتشفة وأيضا هذه أو هذا المشروع من خلال ضيفنا اللي منورنا معنا في الاستديو، صالح بن نغموش السعدي، رئيس قسم تنمية تنوع الإحيائي بوزارة البيئة والشؤون المناخية. مساك الله بالخير معنا أستاذ صالح. مساء النور والسرور لأخت عايدة. إذن أول شيء نبدأ من حيث ما انتهت إليه أو انتهى إليه هذا المشروع، ويمكن أمس تناولناه في طبعا نشراتنا الإخبارية، واليوم تم تداوله في صحفنا المحلية، اكتشاف أنواع جديدة حتى الآن خلينا نقول من الزواحف وأيضا أفعى. صحيح؟ بالفعل. نعم. طبعا هذا المشروع تم من خلاله تغطية كافة محافظات السلطنة خلال العام هذا. طبعا هو كان مشروع التعاون بين الوزارة ومختصين وباحثين من معهد علوم الأحياء التطوري بإسبانيا. نعم. طبعا خلال المشروع مشروع مسح ودراسة الزواحف تم يعني تغطية الجزء الشمالي من السلطنة والجزء الجنوبي، يعني من مسندم إلى محافظة الوسطى. نعم. ومن ثم محافظة الوسطى إلى محافظة الظفار. جميل. خلال طبعا الدراسة هذه تقريبا يعني في المرحلة الأولى خلال شهر أبريل وخلال شهر مايو تم تغطية الجزء الشمالي، ويعني خلال شهر أكتوبر هذا يعني هذا الشهر. نعم. تم الانتهاء من الجزء الجنوبي من السلطنة. طبعا المشروع يهدف إلى معرفة انتشار أماكن انتشار هذه الزواحف. نعم. وكذلك تحديد أنواعها، معرفة المخاطر والتهديدات التي تأثر على الزواحف بشكل عام. نعم. كذلك يعني تحديد مواقعها من خلال اللي هي الجي بي اس. نعم. ومن ثم يتم يعني الوزارة تستفيد من هذه البيانات في تطوير منظومة قواعد البيانات الأحيائية التي طبعا تستخدم مستقبلا في عملية المراقبة، مراقبة هذه الأنواع، معرفة يعني أماكن انتشارها، ومن ثم يعني من خلال البيانات هذه تستطيع الوزارة أن ترسم خطط وبرامج واستراتيجيات لحماية الزواحف. جميل. أو الحيوانات البرية الأخرى. هذا عن مشروع مسح ودراسة الزواحف البرية في السلطنة بشكل عام، يعني الحين هذا الحديث. طيب مثل ما قلت ان هذه الدراسه امتدت لمده سنه على مرحلتين. على مرحلتين. نعم، وذكرنا المرحلتين. طيب هذه الزواحف المكتشفه كانت في الجزء الجنوبي او الدراسه؟ هي من الشمال ومن الجنوب، بس هذا بشكل عام. بشكل عام. نعم، اثمرت هذه الدراسه طبعا، غير ان هي قاعده تؤدي دورها في مسح ودراسه الزواحف البريه الموجوده العاديه الموجوده، لكن في طلعت اصناف جديده عندنا في السلطنه. بالفعل. نعم. نعم. طبعا من ضمن الدراسه هذه تم اكتشاف نوع من انواع الافاعي في محافظه الظفار، في منطقه اللي هي عيون في محافظه الظفار. نعم. وطبعا يعني للتأكد بشكل يعني دقيق. نعم. انه طبعا تم اخذ عينات من هذه الأفعى، او بشكل عام جميع الانواع اللي هي يعتقد انها ربما جديدة. تكون انواع جديده. نعم. سيتم طبعا تحليلها تحليل جيني للعينات، ومن ثم طبعا من خلال نتائج التحليل ثم يتم التأكد بشكل قطعي اذا كانت هل هي هذه انواع جديده. نعم. أو أنها طبعا قد تكون أنواع فرعية من أنواع أخرى يعني.
نعم طبعا، بس للتنويه ان اللقطات اللي شفناها هي مش للزواحف الجديدة المكتشفة، هي بشكل عام. ما جبت لنا اياها يعني والله نحن كان قبل يومين كان عندنا محاضرة في الوزارة، وطبعا كان عندنا عينات حية طبعا وريناها بعد نوري مشاهدينا يعني. والله لانه بحكم ان الخبراء طبعا راحوا، نعم، فطبعا هم مضطرين انهم يعني يشيلوها معاهم. نعم فطبعا طيب، يعني على كذا هي اعداد مش كبيره من هذه الزواحف المكتشفه، يعني اعداد بسيطه ان تكتشفتوا، ولا يعني من كل جنس بس نوع واحد او؟ لا طبعا هي مجموع جميع انواع الزواحف الموجوده في السلطنه تقريبا 89 نوع. نعم مجملها كامل. طبعا 12 نوع من هذه 89 هي طبعا ما موجوده الا في السلطنه. ايوه 12 نوع ما موجوده في العالم ابدا الا في السلطنه. نعم طبعا اربع انواع من الضب. من اربع انواع هذا نوع واحد هو يعني موجود في السلطنه فقط، ما موجود في العالم ابدا. وكذلك 21 نوع من الافاعي. ايوه هذه تتفرد فيها السلطنه. هذه لا 21 نوع طبعا هذه موجوده في السلطنه وشبه الجزيره العربيه. طبعا النوع الوحيد اللي هو في نوع بعد نفس الشيء موجود في السلطنه ما موجود في العالم، حتى اسمه يعني باسم مسقط او مسكتنسز يعني هذا. وطبعا موجود في سلسله جبال الحجر الشرقي والغربي، وجزء اعتقد من جبل حفيد بدولة الامارات. نعم بالاضافه الى طبعا نوع واحد من الحربه موجود في السلطنه، طبعا نفس الشيء ما موجود في العالم الا في السلطنه هذا النوع. نعم وبالاضافه الى طبعا الوزغ والعضيات الاخرى، يعني معظمها يعني طبعا من 89 معظمها وزغات وعضيات. نعم يعني ايضا نرجع للانواع، يعني ما شاء الله عدد كبير من الزواحف، سواء اللي كانت يعني تتفرد فيها السلطنه، وجودها في السلطنه، بيئه السلطنه، او حتى موجوده على مستوى العالم او مستوى الاقليم او مستوى دول مجلس التعاون. بالنسبه للاجراءات اللي يعني ذكرت انت فيما يخص الانواع اللي قد تكون جديده الحين، طبعا في طور التاكد ان كانت يعني هي جديده او كانت طبعا منضمه الى من سلالات اخرى. هو الارجح طبعا هي الارجح يعني تقريبا 90% انها تكون انواع جديده. طيب هذه اذا كانت جديده بعدين من اللي يسميها؟ طبعا العلماء هم اللي الباحثين والعلماء هم اللي يعطونها اسامي طبعا. هناك طبعا في يعني اجراءات علميه طبعا هم مختصين فيها كثير، فراح يسمونها بالاسماء المناسبه لها. نعم طبعا نحن كوزاره الهدف الاساسي من المشروع هذا طبعا هي معرفة منظومة الحياة الفطرية بشكل عام في السلطنة. نعم. وطبعا الزواحف طبعا هي جزء مهم جدا في السلسلة الغذائية. صحيح. وطبعا المحافظة عليها طبعا يعني حافظ على منظومة السلسلة الغذائية بشكل عام. وهذا مش المشروع الأول اللي تنظمه طبعا وزارة البيئة والشؤون المناخية، كان قبل فترة احنا مستضيفين أيضا مشروع اللي هو مسح دراسة صقر الأدهم، نفس الشيء معنا، وأيضا تعرفنا أكثر على هذه الدراسة والمشروع. طيب الجديد اللي بعد هذه الدراسة متى راح تبدون في دراسة أخرى، أو خلاص كذي إن انهيتوا مسح دراسة الزواحف؟ هو طبعا هذه المرحلة هي مرحلة جمع العينات وتحليلها طبعا، بعد ذلك يعني بعد نهاية الدراسة راح طبعا يصدر أطلس متخصص يعني يبين جميع أنواع الزواحف الموجودة في السلطنة. نعم مواقع انتشارها أنواعها، فطبعا هذا بيكون كمرجع يعني سواء للوزارة أو حتى الناس المختصين المهتمين في مجال الزواحف. طبعا هذا الاطلس طبعا رايح يساعدنا كثير في عمليه يعني اللي هي البيانات اللي تاتينا. طبعا نحن عندنا مراقبين منتشرين في مختلف محافظات السلطنه، طبعا هذا دورهم هم ياتوا بتقارير او يعني بطاقات مشاهده بشكل دوري يعني يوميا. نعم وطبعا هذه البيانات تاتي للوزاره، طبعا هذا ندخلها. نحن عندنا الان في المستقبل مشروع اللي هو مشروع قواعد بيانات متخصصة. حلو. طبعا هذه الزواحف بتكون الأبنة الأساسية للقاعدة البيانات هذه، وطبعا بهدف طبعا المحافظة على الحياة الفطرية بشكل عام، وكذلك تعطينا مؤشرات لحمايتها ووضع خطط وبرامج واستراتيجيات للمستقبل. جميل، احنا نتمنى لكم كل التوفيق وبانتظار هذا الأطلس اللي أكيد يعني يفيد سواء أكاديميين أو باحثين أو مهتمين
أو حتى اللي عندهم هواية بهذه الحياة للزواحف في السلطنة. الأستاذ صالح بن نغموش السعدي رئيس قسم تنمية والتنوع الأحيائي بوزارة البيئة والشؤون المناخية، شكرا جزيلا لك. شكرا. ونورتنا في حلقة اليوم من برنامج جزيلا. من عمان. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج. لقاءنا يجدد بكم مع مواضيع جديدة وضيوف جدد في حلقة الغد ببرنامج من عمان. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.